احسن حاجه في الطفوله متاعك كنت كي ننجح اخر العام بابا يهزني يشري لي اي حاجه نتمناها معناتها بحكم اني صغير معناتها نتمنى نعرفش نتمنى كنبه فوشيك لا مش هسيبو نتمنى مثال نعرفش نسافر ولا حاجه ولا اي فواياجات ولا حاجه مثال نحب نشريها ولا كوره ولا اي حاجه معناتها متاع طفل صغير معناتها كيما تعرف انسان طفل معناتها يتمنى ديما حاجات ديبيل معناتها وحاجه متفرح معناتها اي حاجه صغيره بالنسبه لي اي حاجه صغيره سيريجيست كي كونت معناتها بنتي ما نتصورش اما ولدي يمكن هو معناتها كيما اني عشت معناتها قاعد نعيش في الحلم اللي تمنيت وما ما عنديش علاش نحرم ولدي معناتها من حاجه يلزم فيه ربي عطاه موهبه معناتها نتاع الصوت ما نحرمش ولدي معناتها شو الادوار اللي تحب تشارك فيهم تلعب فيهم دوره قصه حب مثال يا عيني على الرومانسيه البحر ورانا وكل شيء ورانا كل شيء على الرومانسيه نفضل مع كل احتراماتي لهيفا وهبي نفضل نسمع غناء وديع الصافي خير من اللي نسمع غني هيفا وهبي مع كل احتراماتي له متعجبكش ولا شو ولا شست شست تشو تقول هيفا وهبي فنانة تاع الأخرة والتسعبينات واحد ولا كيفيه معناها بون هو كل واحد وجوه كل واحد وستيله معناتها هيفا وهبي نشوفها فنانة استعراضية قبل ما تكون فنانة مع السلامة أنا بلال استناونا تري بيانتو أكيمو شو تروى باي باي.